كشف المسؤول الأول عن القطاع عبد السلام شلغون بأن مصالحه قد فتحت تحقيقا بخصوص لحوم أضاحي العيد الفاسدة بعد أن تلقت عينات من المواطنين، مضيفا أنه سيتم فحصها في المخابر التابعة للأمن الوطني وكذلك الدرك الوطني تفاديا لأي شكوك. سجلنا بعض الحالات في تلمسان، في قسنطينة، بعض الحالات في الجزائر العاصمة، والله ما ذكرتش بزاف الولايات، يعني على الأصبع تاع اليد الولايات والحالات، ما نقدرش نعطيك الرقم. 150 200 حالة 1000 حالة، ما هي وش هو الألف هذا نتاع الحالة أمام ملايين تاع الأضحية اللي هي هذه الآفة هذه اللي وقعت، هذا المشكل موش الآفة اللي وقع، ما يقدرش يغطي على عملية كاملة. أولا اللي شاركت في تأطير هذه العملية واللي خلت الجزائريين يفرحوا بالأضحية نتاع العيد. الآن أنا شخصيا عطيت أمر باش يتفتح تحقيق، وخذينا عينات، قدرنا ناخذوا عينات من عند بعض المواطنين ونشكرهم اللي جابوا لنا عينات من هذا اللحم. أنا شخصيا طلبت باش اللابوراتوار المخبر اللي يقوم بالتحاليل يكون المخبر التابع للدرك الوطني ونتاع الأمن الوطني.